سنة 748 للهجرة تولى السلطان حسن حكم مصر وهو عنده 12 سنة، وكان حواليه أميرين هما منجاك اليوسفي وبيبغاروس، هما اللي ماسكين البلد تحت إشراف نائب السلطنة يلبغى اليحيوي. وطبعا الأمراء استغلوا صغر سن السلطان علشان يحققوا مطامعهم الشخصية، ودي بداية الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعيش السلطان أبو المحاسن حسن ابن محمد ابن قلاون خليفة المسلمين وقائد الأمة. أخبار البلدية منجي زي الفل طبعا يا سيادة السلطان، كل الرعية والناس في خدمتك مبسوطين بالحياة اللي هم عايشينها والاقتصاد تمام. طبعا السلطان نظرا لسنه الصغير كان غير مسموح له بممارسة أعمال الحكم، ونائبه يلبغى كان مسيطر على كل حاجة وكان ظالم بيظلم الناس ويفرض عليهم ضرائب. وطبعا السلطان حسن ما كانش فاهم حاجة من اللي بيحصل، لحد ما جه يوم نائب السلطان يلبغى راح للحد، فقام السلطان بالسيطرة على زمام الأمور. طبعا الوصي على السلطان لما سافر طبقنا المثل اللي هو إن غاب القط العب فار. قام السلطان حسن السيطرة في السنة الرابعة من مدة حكمه الأولى التي دامت 4 سنوات، ولما بدأ يفهم الحكم شوية ويفوق للحشية اللي حواليه ما لحقش يعمل حاجة لأنه هو دخل السجن. بقول لك ايه، شكل كده السلطان ناوي يمسك البلد ويأذينا. مين العيل ده؟ ده احنا اللي بنحركه واحنا اللي حطيناه عشان نلعب بيه كورة. واضح ان اول ما اتعلم حاجة هيعلم علينا احنا. شوف تعال نشيله من الحكم ونحط مكانه الصالح، اهو ده ما يعرفش حاجة عن أي حاجة وثقة، والبلد هتبقى تحت سيطرتنا. فكرة والله، يلا بينا. والله يا عالي حسن باشا، ما بقاش غير العيال اللي يسيطروا علينا. جرأة يا منجي، انت ازاي بتكلم السلطان كده؟ سلطان ايه؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ جنود اقبضوا عليه. طبعا مسك الصالح وكان لعبة وإمعة، ما يعرفش حاجة عن أي حاجة، عن مكائد ومؤامرات الحكم. وفترة حكمه اللي قعدت 3 سنين حصل فيها كمية اختيارات بين المماليك، وطبعا هو كان كفتة. وفي أواخر عهده بقى يلعب بديله كتير، ولما فكر إنه يعمل حاجة طلعوا عليه الأمراء وشالوه من الحكم وسجنوه. لازم اعمل حاجة الناس تفتكرني بيها وتخدمني. لقيتها، انا هبني مدرسة كبيرة للعلم الشرعي لكل المذاهب الاسلامية، وهجيب لها احسن معماريين وناحتين من جميع انحاء البلاد، وهتكون اعظم مدرسة في العالم. سلطان حسن افراج. سيبك تكوش على كل حاجة يا باشا، ده شاع عمري. مش هتلحق تعمل اي حاجة لانك هتموت دلوقتي ومحدش هيعبرك. وبعد ما مات الامير منجك رجع السلطان حسن للحكم وقرر انه يقتل بيبغاروس،
علشان يقدر يحكم البلد. يا البغى مش هيسيبك وهيدور عليك ويقتلك. انا مش هسيب اي حد منهم في الحب وهخلص عليهم كلهم. وبعد ما خلصت المؤامرات اللي حوالين السلطان بدأ في بناء مدرسته، فاتصل بأمراء الدولة السلجوقية وجابوا له أحسن معماري عندهم وهو محمد ابن بايلك المحسني اللي كان اسمه موجود في الإفريز الجصي بالمدرسة الحنفية. كان موقع المدرسة كان يعرف باسم سوق الخير، وكان فيه قصر من أجمل القصور المملوكية اللي أمر ببناء الناصر محمد بن قلاوون للأمير يلبغى اليحيوي، وتناه موجود لحد فمسك السلطان حسن وبنى مكانه المدرسة سنة 757 للهجرة. واختيار الموقع كان بناء على موقع قلعة صلاح الدين علشان ترد على القلعة من أي هجوم ممكن يحصل، وتعتبر كتل المبنى مساوية لنسب كتل القلعة. مدرسة السلطان حسن تصميمها بيعتمد على المنظومة المتعامدة للديوانات، يتوسطها الصحن المكشوف اللي موجود فيه الميضاء اللي تعتبر رمز للمعراج من الأرض للسماء. وفي شهر جمادى الأول سنة 762 للهجرة لما مات السلطان حسن، كانت عمارة المدرسة مكتملة ما عدا بعض التفاصيل زي أعمال الرخام والأرضيات والكسوات وأعمال الأبواب، والمدرسة كانت بتكلف كل يوم 30,000 درهم واللي يعتبر أغلى المباني تكلفة الفترة دي. أما بالنسبة لفراغات المدرسة، فالمدخل بيودي على دليس يبدأ بفراغ تعلوه قبة ملبسة بالحجر الأحمر وثلاثة إيوانات متغطية بالمقرنصات، ويؤدي هذا الفراغ من خلال هذا الدليس المعقود وفي حركة غير مباشرة من الظل والنور ليصل ما بين الخارج والداخل الذي يبلغ طوله 34-32 متر في وسطها فسقية وإيها قبة متشالة على 8 أعمدة مكتوب بدائرها آية الكرسي وتاريخ الانتهاء منه. أما بالنسبة لكتلة المدرسة فبتتكون من تشكيل غير منتظم متعدد الأضلاع مساحته 7900 متر مربع بامتداد 150 متر وعرض أقصى 68 متر، وارتفاع المبنى 37.7 متر عند الباب. وللمبنى أربع وجهات، أول حاجة عندنا الواجهة الشرقية اللي فيها القبة والمنارتين، المنارة القبلية وارتفاعها عن صحن المدرسة 81 متر، والمنارة البحرية ودي اللي وقعت وقتلت 300 طفل كانوا بيحفظوا القرآن. أما بالنسبة للواجهة الشمالية البحرية، بطرفها الغربي يوجد المدخل الرئيسي اللي بيتميز بضخامة ارتفاعه وزخارفه، وبينتهي بمجموعة من المقرنصات تتشكل في نهايتها قبة، وفي الواجهة دي الفيرتيكال ويندوز بيز اللي ألهمت المعماري لوي سوليفان في مبنى وين رايت بيلدينج. صحن المكشوف فيه أربع إيوانات متعمدة التكوين، أكبرها إيوان القبلة بتبلغ فتحته 19.2 متر بيحيط بها إفريز نادر من الجس بالخط الكوفي المزهر، وبصدر الإيوان المحراب المحشي بالرخام الملون والمحلى بالزخارف بالإضافة إلى المنبر الرخامي، ويكتنف المنبر والمحراب بابان يوصلان للقبة خلف الإيوان، ويحيط بالصحن أربع مدارس مستقلة أكبرهم المدرسة الحنفية ومساحتها 898 متر مربع، والمدارس الحنبلية والشافعية والمالكية. قبة السلطان حسن كانت معمولة من الخشب اللي متغطي بألواح من الرصاص، وتعتبر رابع أكبر قبة خشبية في مصر بعد قبة الإمام الشافعي، ثم قبة مسجد الظاهر بيبرس، وقبة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين. والقبة على قاعدة مربعة طول ضلعها 21 متر وارتفاعها 48 متر، وغطى القبة الحالي مش الأصلي لأن الأصلية وقعت سنة 1071 للهجرة وهي محاطة من الخارج بدعامات اسطوانية. الزخارف من ناحية المدخل الرئيسي تحتوي على زخارف صينية، والشهادة مكتوبة
بالخط الكوفي نفس اللي موجودة في مسجد الناصر محمد بن قلاوون. والمعماري حاول يوصل فكرة استخدام زخارف كتيرة مختلفة في مبنى واحد علشان يحقق مبدأ القرآن الكريم في الكمال. أما بالنسبة للزخارف الداخلية القريبة من المدخل فتحتوي على بعض الزخارف السورية، وبعض الزخارف تحتوي على عدة طبقات من الأرابيسك المنحوتة، وفي برضو بعض الزخارف على شكل الأكانتس ليفز، وأيضا زخارف مربعة الشكل منحوتة إلى العمق. أما بالنسبة للمحراب في الإيوان الرئيسي للمسجد فيحتوي على ثلاثة نيتشز واللي فيها لفظ الجلال الله في كل واحد، وفي أربع أعمدة. وبالنسبة لزخارف المنبر فتحتوي على مقرنصات، ويعتبر المنبر من أروع المنابر في القاهرة وأجمالها. وطبعا زي أغلب سلاطين الدولة في عصر المماليك البحرية لازم يموت على إيد مملوك، فالسلطان حسن توفى قبل ما تخلص المدرسة، وقد قيل إن أميره يلبغة سجن وبعدها هرب، ومن يوميها محدش يعرف عنه أي حاجة ولا حتى مكانه، وهي دي حكاية سلطان حسن.